أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج صدى أقلام جديد، ونصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعالمية والعراقية، وبعد فاصل قصير. أهلا بكم. البداية من صحيفة القدس العربي مع الكاتب صادق الطائي، الذي يتناول كارثة التلوث الإشعاعي في العراق، حيث ينتقد الطائي تصريح وزير التعليم العالي في العراق حول خلو محافظة ذقار العراقية من التلوث الإشعاعي. يشير الطائي هنا إلى أن هذا التصريح يحمل مبالغة واضحة، وأن الحكومة لم تقدم أي تفاصيل دقيقة عن كيفية التعامل مع مخلفات اليورانيوم المنظم الذي لا تزال آثاره تهدد حياة العراقيين كل يوم. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة بل لتقاريرها، ما زال هناك مئات المواقع الملوثة في العراق، مما يشير إلى تضليل واضح تام من قبل المسؤولين وتجاهل حقيقي لحجم المشكلة التي قد تستمر في التأثير لسنوات قادمة. بصراحة لم أفهم معنى إعلان الوزير حول اقتراب التخلص الكامل من مخلفات اليورانيوم المنضب، ولم أصدقه، لأن العراق يعاني من كارثة بيئية حقيقية، إذ أن عدد المواقع الملوثة ما زال كبيرا جدا، ونسب التلوث فيها عالية. ولم يصرح أي مسؤول عن ماهية الآليات وطرق معالجة التلوث التي استخدمتها الكوادر العراقية أو الأجنبية العاملة في هذا المضمار. لذلك أعتقد أن تصريح الوزير فيه مبالغة، وربما تقف وراءه دوافع إعلامية محضة. ففي عام 2006 أعلن فريق تابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العراق والمختص بالكشف عن التلوث الإشعاعي المعلومات الآتية: أن مسحاً ميدانياً أجري لعموم محافظات العراق، وتم تحديد ما يقرب من 940 موقعاً، 100 منها في محافظة البصرة وحدها. وأشارت النتائج إلى أن غالبية هذه المواقع كانت تنتشر فيها المخلفات الحربية. مصدر في وزارة الصحة العراقية أعلن توضيحاً حول مناطق انتشار الملوثات المشعة في العراق، حيث قال: لدينا في وزارة الصحة في القسم المختص بأبحاث السرطان ما يزيد عن 54 موقعاً، مؤكداً لنشاط إشعاعي عالٍ يفوق بمئة مرة ما مسموح به عالمياً. وتنتشر هذه المناطق في محافظات بغداد والمثنى وصلاح الدين ونينوى والبصرة وميسان وذقار والأنبار. ونقرأ من صحيفة المدى تقريرا سلط الضوء على أزمة النفايات المتزايدة في العراق، حيث تشير الإحصائيات إلى أن كمية النفايات السنوية تصل إلى 11 مليون طن، مما يعكس فشل الحكومة الذريع في إدارة النفايات. يقول الخبراء هنا إن ضعف البنية التحتية وغياب نظم إعادة التدوير يفاقم كله الوضع. النفايات التي تحرق أو تطمر عشوائيا تؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، مما يزيد من الأمراض ويهدد صحة المواطنين، على الرغم من وجود خطط سابقة لإنشاء معامل إعادة تدوير، إلا أن هذه المشاريع كلها توقفت وتوقف النماء في العراق نتيجة الأزمات المالية والحرب المستعرة، مما يكشف عن ضعف التخطيط الحكومي. يقول المختص في الشأن البيئي محمد الخاطر خلال حديث للمدى إن كمية النفايات المرفوعة سنوياً والتي تبلغ 11 مليون طن تمثل جزءاً كبيراً من المشكلة البيئية التي يعاني منها العراق، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس تزايد النفايات بسبب عدة عوامل مثل التوسع السكاني والتحضر السريع ونقص الوعي البيئي لدى الأفراد، لافتاً إلى عدم وجود أنظمة فعالة لإدارة النفايات وضعف البنية التحتية المخصصة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر، حيث أن النفايات المتراكمة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية خطيرة. تراكم النفايات يؤثر سلباً على التربة والمياه والهواء، ما يؤدي إلى تلوث البيئة وزيادة انتشار الأمراض.
وتتعرض أطنان من النفايات يومياً إلى الطمر العشوائي، وخصوصاً في العاصمة بغداد، إذ يتم طمر جزء كبير منها يقدر بحوالي 30,000 طن من النفايات الصلبة يومياً والمخلفات الطبية، ما يعرض المواطنين إلى الأضرار وملوثات بيئية وأمراض متعددة. ومن النفايات إلى التعديلات المثيرة للجدل، في صحيفة كتابات ينتقد الكاتب ضياء محسن الأسدي التعديلات المثيرة للجدل كثيرا على قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل في العراق. يرى أن هذه التعديلات جاءت في توقيت غير مناسب وتزيد من الانقسامات الاجتماعية، وبدلا من التركيز على قوانين تتعلق بحقوق المرأة، كان الأجدر بالحكومة معالجة قضايا أكثر إلحاحاً مثل تفشي البطالة، انتشار المخدرات بين الشباب والفساد الإداري. يشير الكاتب هنا إلى أن الحكومة تتجنب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع العراقي وتلجأ إلى التضليل بإثارة قضايا هامشية. إن هذه التعديلات تثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع وعدم الإجماع عليها، ليس بحاجة للمجتمع العراقي لها أو إلى هكذا قوانين خلافية في الوقت الحالي التي تزيد من المشاكل بين المجتمع الذي يترنح تحت وطأة السلبيات والمشاكل التي تعصف به. إن هذه الآراء يحكم بها العرف ضمن تطورات المجتمع. كان من الأولى على المشرع العراقي المهتم لشؤون المرأة وحقوقها والدين، والذي طرح هذا المشروع للمناقشة، أن يكون أكثر جرأة واهتماما بالواقع العراقي المتردي، كالاهتمام بمكافحة آفة المخدرات التي أصبحت تفتك بالشباب والجيل الجديد، أو استيعاب البطالة والخريجين وسحبهم من الشارع، أو قوانين لتطوير ورفع مستوى التعليم والتربية، أو قوانين مهمة ورادعة للحد من الفساد الإخلاقي والمادي والوظيفي وضرب رؤوس الفاسدين الذين عاثوا في العراق وثرواته وأعطوا شرعية مفهوم الفساد في الدولة العراقية، وغيرها من المشاكل التي تعصف بهذا البلد المظلوم، وأن تكون القوانين بمستوى التحدي الذي يعانيه الشعب العراقي، والمسؤولية تتحملها كافة فئات الشعب وأطيافه، وهذا ما يرتجيه المواطن من المشرع العراقي. عن الأجهزة المتفجرة في هذه الأيام، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عده الصحفيون غريغ ميلر وكيت براون ولاف داي موريس وشيرا روبن وجون سوين. تناول هذا المقال عن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان الأسبوع الماضي، وذكر التقرير أن تفجيرات أجهزة النداء بيجر واللاسلكي وويكي توكي في لبنان الأسبوع الماضي المنصرم تعد تتويجا لجهود الموساد الإسرائيلي في محاولات اختراق حزب الله وإنشاء شركات وهمية كذلك في أوروبا. وقال التقرير هنا إن القطع المحترقة بالأحرى من أجهزة بيجر أصبحت جزءا من أدلة دامغة عن جهد معقد تماما استمر عقدا من الزمان قامت به إسرائيل لاختراق الجماعة اللبنانية المسلحة، بحسب قول مسؤولين أمنيين غربيين وإسرائيليين حاليين وسابقين. قرار إسرائيل بتجهيز الأجهزة بالمتفجرات بدلاً من معدات التجسس المتطورة يعكس العقلية الهجومية لدى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعطي الأولوية لعروض القوى الحركية التي قد لا تحقق أهداف إسرائيل الأوسع في صراع إقليمي متصاعد. وربط توماس ريد مدير معهد البروفيتش لدراسات الأمن الإلكتروني بجامعة جونز هوبكنز العملية الإسرائيلية بعمليات الولايات المتحدة ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، فقد تمكنت وكالات الاستخبارات الأمريكية والألمانية سراً من السيطرة على شركة مقرها سويسرا، وهي شركة كريبتو إي جي، التي باعت معدات اتصالات مزورة لعشرات الحكومات الأجنبية. وتضمنت العمليتان هدفاً استخباراتياً تاماً يتمثل في اختراق سلاسل التوريد للعدو
ووصف مسؤولون حاليون وسابقون أن العملية الأخيرة كانت جزءاً من جهود طويلة ومتعددة قامت بها إسرائيل على مدى عقود لتطوير ما وصفه مسؤولون إسرائيليون قدرات الزر الأحمر، أو ما يعني الاختراق المدمر للعدو، ويبقى ساكناً لأشهر إن لم تكن سنوات قبل تفعيله. وفي أوبزيرفر نقرأ: غزة هي أكبر فشل لبايدن وعجزه يقود الشرق الأوسط نحو الهاوية. نشر صحيفة أوبزيرفر البريطانية افتتاحية حملت عنوان: الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية الحرب المتوسعة في الشرق الأوسط. وقالت أوبزيرفر إن قلق الرئيس الأمريكي على مستقبل الحزب الديمقراطي وما يحرك سياسة الاحتواء التي ينتهجها البيت الأبيض، أضافة عبارة: وصل الشرق الأوسط إلى منعطف خطير جدا تتكرر منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 من تشرين 1 أكتوبر العام الماضي. ومع ذلك فشلت 12 شهرا تقريبا من الدبلوماسية الدولية ووقف إطلاق النار المتقطع ومفاوضات الأسرى والاحتجاجات والتهديدات بالعقوبات والدعاوى القضائية والضغوط السياسية والأخلاقية على إسرائيل بوقف المذبحة في غزة وأماكن أخرى، وهو ما يجعل هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر الكبرى. وفي غياب الأفق ووجود مخرج واضح تماما فإن التصعيد غير المنضبط يزداد احتمالا. ففي داخل إسرائيل يتهم نتن ياهو بمحاولة نسف اتفاق وقف إطلاق النار، والآن يواجه لبنان خطر التحول إلى غزة جديدة. وسط هذا الكتالوج المحرج من الفشل، فإن موقف الإدارة الأمريكية المتحيزة والعاجز هو الداعي على الإحباط. وتقول الصحيفة إن جو بايدن ينتمي إلى جيل أمريكي يدعم إسرائيل سواء كانت محقة أم مخطئة، لكن أوراق اعتماد الدولة اليهودية الحديثة كديمقراطية ملتزمة بالقانون بات موضع تساؤل خطير، فقد تغيرت جذريا في حين لم يتغير بايدن. لقد أعطى بايدن نتنياهو بسذاجة تفويضا مطلقا بعد 7 من تشرين 1، وبات يراقب برعب من متزايد نتائج هذا التفويض وهي تتكشف أمامه. وكان يجب على بايدن عمل المزيد للضغط على نتنياهو للموافقة على الصفقة، فبعد كل هذا تعتبر الولايات المتحدة الداعمة المالية والعسكرية الأساسي لإسرائيل، وبدلا من ذلك فقد تسامح وسهل موافقة العدوانية والعدمية وبتكلفة باهظة على المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية وعلى حياة الناس العاديين. وتقول الصحيفة إن غزة هي أكبر فشل لبايدن، بل أكبر حتى من أوكرانيا. وبدلا من القيام على حال السرعة بإصلاح الضرر، يقول المسؤولون في واشنطن إن وقف إطلاق النار لن يتحقق على الأرجح قبل تولي خليفته السلطة في كانون 2 يناير. ومن هنا ما هي سياسة الولايات المتحدة؟ الجواب بكلمة واحدة: الاحتواء. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتير.
أهلا بكم من جديد. أخذت شيماء غسان وهي أم عراقية لطفلين مصابين بالتوحد على عاتقها أن تتعلم كيفية دعم أسرتها والآخرين الذين هم من وضع مماثل لوضعها بشكل أفضل بكثير، وبعد أن واجهت تحديا في العثور على مركز مناسب بأسعار معقولة يلبي احتياجات ابنتها آية البالغة من العمر 18 عاما وابنها محمد البالغ من العمر 13 عاما، قررت شيماء تثقيف نفسها، ومن خلال مشاهدة مقاطع مصورة على موقع يوتيوب وقيامها بمجهود بحثي عن الموارد عبر الانترنت، حصلت شيماء في النهاية على شهادة دولية في هذا المجال. وفتحت شيماء في عام 2023 مركزا لتقديم خدمات مجانية للأطفال المصابين بالتوحد باسم مؤسسة مميزون في بلد تقوله شيماء فيه إن من النادر أن تجد مركزاً لإعادة التأهيل غير هادف للربح وبأسعار معقولة. ومميزون منظمة غير حكومية لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ويقدم المركز خدمات إعادة التأهيل للأطفال المصابين بالتوحد لمساعدتهم على الاندماج في التعليم العادي. وقالت شيماء: نحن تأهيلية، يعني نعدل سلوك الطفل ونؤهله ونعلمه على الجلوس 45 دقيقة لكي نؤهله لما يخرج من هنا ويذهب إلى الروضة أو المدرسة ويكون متعلما على هذه الفكرة ويجلس على الطاولة وأمامه الدفتر، ونعلمه على التواصل بينه وبين المعلم، بينه وبين المدرب، وبين أي شخص يتعلم، فهو برنامج تأهيلي لتعديل سلوكه وحتى يستطيع إكمال مسيرته التعليمية بنجاح. نتابع وإياكم فيديو اليوم. والله السنة الموسم سيء، الحب مع الحرب مع البرود والدخان والرماد وهذا، الحب سيء جدا، يعني عمر أول سنة يحصل زي هيك. والله السنة الموسم نضر كثير، لا يعني لا عارفين نسقي ولا عارفين نعمل زبل ولا كمام ولا الرش، بسبب الحرب كل شيء مقطوع، كل شيء دمر ومش ما دخلوش. وفي النسبة اليوم نسبة الرمي كمان جربنا نفحص كانت نسبة سيئة عالية كثير، يعني كمية كبيرة بتعملش جالون جالونين، والحب سيء ودي لانه ما لا يعني لا نسقى ميه ولا تزبل ولا يعني ما خدش كفايته زي كل سنه. والله كل سنه بالذات هذا الارض احلى زيتون بيطلع منها، بس في السنه الحمد لله انت شايف لا في شيء يعني نعمل فيه، وكان الواحد خايف ومتوتر انه يطلع، وانت شايف والحمد لله طلع على هذا الحال الحمد لله. الحرب لانه هنا صار قصف قريب عليه من البارود والدخان والغاز، كل هذا والشجر بحزن، يعني انه كله انضر، وصل لهنا الركام والبارود تاع الصواريخ والاشعاعات ما انتم عارفين، والغبره كل هذا كل البني ادمين انضروا، الشجر ما بتنضر، يعني كله بشكل عام كله اسباب الحرب. يعني قبل الحرب كان الامور الحمد لله طيبه، وهذا وكنت تزقي وكنت ترش وكنت تزبل وكنت تعمل وتلاقي ثمر. اليوم للأسف السنة هذه والسنة اللي فاتت برضو نضرينا، ما لحقناش نعمل إشي، كله راح بسبب الحرب، ربنا يعوضنا عوض خير. كله يا حبيبي يلا كله. إلى اللقاء.